السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أحمد الله وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي على حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك عن الذكر بعد الصلوات المكتوبة. الصلوات المكتوبة كلها ذكر، تكبير وقراءة قرآن وتسبيح وتحميد وتهليل، كلها ذكر، لكن الله تعالى أيضا ختمها بالذكر. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ونريد أن نركز على بعض هذه الأذكار التي نرى أن الناس يقصرون فيها مع ما ورد فيها من الأجر العظيم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، تأملوا إخوتي في الله عن عظيم المكافأة فيه: تسبيح 33، تحميد 33، تكبير 33، تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الثواب المكافأة: تغفر خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، مثل الموج العظيم. يا أحبابي بارك الله فيكم، هذا التسبيح والتحميد والتكبير لا يأخذ من الإنسان دقيقتين، ومع ذلك أنت تستغرب أن كثيرا من إخواننا لا يؤدونه. صلونا في المسجد ثم بعد السلام يستغفرون ثم يقومون ويجلسون يتحدثون عند أبواب المسجد، ولو أنهم انتظروا هذا الذكر العظيم وعملوه لأدركوا هذا الفضل العظيم الذي تغفر به الخطايا، تغفر به خطايا المسلم وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الذكر الذي نريد أن نؤكد عليه، رقم 1. الذكر رقم 2 قراءة آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، وهي مدح لربنا جل وعلا. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها بعد السلام في كل صلاة مفروضة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. يعني تمدح ربك بعد كل صلاة وتلازم على قراءة هذه الآية التي هي مدح للرب جل وعلا، الجائزة ما هي؟ أن تدخل الجنة بعد الموت، ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت. الدعاء الثالث المعوذات. النبي صلى الله عليه وسلم
أمر عقبة بن عامر أن يقرأ المعوذات بعد كل صلاة، وهذه كل حرف بعشر حسنات، وأيضا هي تحصين للمسلم من الشرور المذكورة فيها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجان وعين الإنسان، ثم لما نزلت المعوذات أخذ بهما وترك ما سواهما. فقراءتها بعد كل صلاة مشروعة بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره. العبادة الرابعة دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقوله في دبر كل صلاة، وهو: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، أعني. يطلب الإنسان المعونة من ربه، وهذا تأويل قول الله تعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أنت تطلب من الله أن يلهمك وأن يعينك وأن يسددك للعمل في هذه الأشياء العظيمة. ولهذا إخوتي في الله، فإنه ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عندما قال: يا معاذ، والله إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك. ومما يستغرب أن بعض الناس يحرف هذا الدعاء بما يمنعه من بركته. نحن نسمع الآن بعض العامة يقولون: اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك، وهذا يعني تحريف للمعنى، لمعنى الصحيح اللهم أعني، هو يطلب من الله الإعانة والمدد. أما إذا قال اللهم إني، فإنه يزكي نفسه ويمدحها ويقول بأنني مستمر. أما الأولى اللهم أعني، فهو يطلب من الله جل وعلا أن يعينه، وما نحن لولا إعانة الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ونحن في هذه السورة العظيمة الفاتحة التي نكررها نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فليستعين العبد بربه جل وعلا في أن يداوم ويستمر على ذكر الله تعالى. والله تعالى جعل الصلاة التي هي أعظم الذكر، جعلها وسيلة من وسائل الاستمرار على الطاعة وتذوقها والبقاء عليها. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة ذكر ومعينة على بقية الذكر، والمؤمن الذي يريد أن يكون من الذاكرين الله كثيرا يذكر الله في جميع أحواله، عند دخول بيته وعند الخروج منه وعند الأكل وعند الانتهاء منه وعند النوم وعند القيام من النوم وعند دخول دورات المياه وعند الخروج منها. فإن الإنسان إذا استعمل أو إذا عمل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من الأذكار أصبح من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفقني الله وإياكم لكل خير، وعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ah!